بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى على كل حال، الصلاة والسلام على عبد الله ونبيه سيدنا محمد وعلى الصحب والآل، ورضي الله عنا سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وارض عنا معهم يا رب العرش العظيم. خلق الله تعالى الإنسان في هذه الدنيا وميزه بعقله وإيمانه، ففي إيمانه يطيع ربه، وبعقله أيضا يمتنع عن الخطأ ويجتنب الوقوع فيه. وما دام الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأن نميز الخطأ ونجتنبه ونبتعد عنه، كذلك إنه أمرنا بأن نفعل ما فيه منفعتنا ومصلحتنا فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى عنه. وما دام ربنا سبحانه وتعالى قد أمرنا بما ينفعنا وأن نجتنب ما يضرنا وأن نلتفت إلى أنفسنا، فإننا واقفون يوم القيامة بين يديه لنحاسب وحدنا، ليس معنا أحد ولا يدفع عنا أحد ولا ينفعنا أحد ولا يضرنا أحد إلا ربنا سبحانه. فينبغي أن يكون توجهنا في هذه الحياة الدنيا لما فيه نفعنا بإذن الله تعالى. كم من الناس في هذه الحياة الدنيا يعيش من أجل الناس؟ إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يلبس أو يمشي أو يبيع أو يشتري أو يزوج أو يتزوج أو يخطب أو يخطب أو يفعل معظم أعماله في الدنيا، فإن حياته كلها قائمة على مراقبة الناس. يعمل لأجل الناس، يشتري لأجل الناس، يلبس لأجل الناس. وسنشير إلى أمثلة نرى هذا الأمر في واقعنا أمراً مؤلماً زاد عن حده إلى درجة كبيرة لا ينبغي أن تقع منا نحن المؤمنين العقلاء. ترى كثيراً من نسائنا إذا خرجنا إلى الشارع يخرجن بمناظر لا تليق ولا ترضي الله عز وجل، ولكن بالمقابل هي مناظر في نظرهن مستحسنة. لمن تستحسنين أن تضعي هذه المناظر على وجهك ليمرأة؟ قال: من أجل الناس، أن يراني الناس. ألك زوج؟ نعم. أتضعين كل يوم من هذه الأشياء من أجل زوجك الذي أباحه الله لك؟ نقول لك: تعبدين الناس جدا، فضلا عن معصية الله، فضلا عن معصية الله بخروجك لما لا يرضي الله ونظر الرجال إليك. حتى من أجل النساء، لما تخرج الواحدة منهن إلى يعني اجتماع للنسوة تلبس أحسن من اللباس الذي تلبسه إلى زوجها، وتضع على وجهها من المجملات ما لا تضعه إذا أرادت رؤية زوجها، وتضع من الطيب والعطور ما لا تضعه إذا أرادت رؤية زوجها. أفأنت مسؤولة عن الناس يوم القيامة وفي الدنيا أم عن زوجك؟ الزوج بالمقابل كذلك في كثير من الأحيان، فلا يظلم الإنسان النساء ولا يظلم الرجال، كل يضع موضع تقصيره في مكانه. الزوج أيضا إذا أراد السهرة مع أصدقائه يخرج وقد تنظم شكله وهندامه ورائحته، فإذا جاء إلى البيت من عمله بقي في البيت على رائحته، رائحة التعب والعمل وتعرق الجلد، ولم يغسل نفسه ولم ينظفها ولم يهيئ نفسه لرؤية زوجته. لماذا؟ لأن الناس سيروه وأصدقاؤه سيرونه إذا خرج إليهم. أما من الزوجة؟ طيب، إذا أيضا أنت تعبد الناس، تقصد العبادة التي هي الكفر والعياذ بالله تعالى، ولكن نظرك واهتمامك للناس ما معنى العبادة؟ هي التوجه لله، التوجه الكامل إليه. فهذا الإنسان وهذه المرأة توجهوا للناس، يحدث عندنا حادث الفرح، الزواج ما إلى ذلك، فنحضر من الأطعمة والأشربة ومظاهر البهجة والفرح ما نرهق به أنفسنا ونثقل به كاهلنا وكاهل أبنائنا وبناتنا، وما نستدين به لبعد سنة أو سنتين حتى نستطيع وفاءه. لماذا كل هذا؟ من أجل أن لا يعيب علينا الناس. إن عاب علينا الناس سندخل الجنة، إن لم يعيب علينا الناس سندخل الجنة، أما إن عاب علينا الناس فسندخل النار، سيغضب الله علينا إن عاب علينا الناس. فليعيبوا أو لا يعيبوا، أنا طاقتي كذا، أعجبهم لم يعجبهم شأنهم، شأنهم. ك
كم قلت وقال غيري من قبلي، أغنى الأغنياء لو صنع في عرس ولده أو ابنته جاء بأفخر الأطعمة وأحسن المشروبات التي أحلها الله، ونظم أحسن تنظيم، وصنع عرسه في أجمل مكان، لا بد بعد أن يخرج الناس أن يعيبوا. لماذا لم يفعل كذا؟ لماذا فعل كذا؟ لماذا لم يشتري كذا؟ لماذا لم يضيف كذا؟ وأفقر الناس إن فعل أقل شيء سيعيبه الناس. فلن تخلص ولن أخلص من كلام الناس، فماذا تولوا؟ اصنع ما يرضي ربك، وما يكون أمرا متوازنا منطقيا معتدلا ما لا ترهق نفسك به. أذكر أن بعض شيوخنا حدثنا أنه كان يوما في بلاد الحرمين يؤدي عمرة أو حج، فاجتمع بطالب علم ضرير شاب في مطلع الشباب، وجد فيه ذكاء وهكذا ولطفا، فجلس إليه حادثه. من جملة حديثه قال له ذاك طالب العلم الشاب، يقول لهذا الشيخ رحمه الله، يقول أنا منذ فترة يسيرة تزوجت، فسأله عن أمور زواجه، فما به إلا ويرى الدموع تتساقط من عيني هذا طالب العلم الأعمى، هذا طالب العلم أعمى ضرير، يرى الدموع تتساقط من عيني. مالك؟ كان قد سأله أين سكن؟ قال كان عندي بيت فبعته. قبل أن يتزوج كان عنده بيت، لما تزوج باعه. قال تزوجت فبعت البيت بدل أن تشتري بيتا؟ قال نعم، لأن من عاداتنا أن نصنع طعاما وشرابا لكل أبناء عشيرتنا، فبعت البيت من أجل ذلك فلم يبقى عندي بيت. من أجل عشيرتك تبيع البيت، ولكن الناس سيعلم الناس، معقول ما تصنع طعام؟ أي معقول إيه؟ ما عندي ما يكفي للطعام لكل هؤلاء الناس يا أخي، أنا إنسان مسلول، ما عندي ذلك، ولم يكلفني الله بذلك، ولم يأمرني الشرع بذلك، والله تعالى بالنسبة له وهو أعظم العظماء سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فمن أجل الناس أكلف نفسي ما لا وسع لي به؟ إذا كان ربي لم يكلفني ما لا وسع لي به، فمن أجل الناس أتكلف ما لا وسع لي به؟ هذا في أعراسنا، في أتراحنا وأحزاننا. يموت الميت يصنع له القبر، طيب القبر لا بد منه، الكفن درجة أولى لدرجة ثانية، أهل دفن الموتى بيسألوا درجة أولى لدرجة ثانية، لا درجة ثانية، إذا في ثالث حطه. أقربائي سيقولون ما سخي على أخوي، حط له، لا ما سخيت على أخوي، سأضع هذا الكفن للمهلة. قال إيش المهلة؟ صديد الجسم. سيتزين بهذا الكفن؟ سيذهب إلى عرس بهذا الكفن؟ أليس طاهرا؟ طاهر. أليس مقبولا؟ مقبول. انتهى الموضوع. ماذا سأصوره وهو ميت كما يفعل بعض المجانين الآن؟ هذه مسألة أخرى الآن، هذا أحد الجنون العجيب الذي أذكر بعض أصدقائنا كان هنا مصليا في مسجدنا الكوفي من حوالي سنتين، وهو ميت مسجى، أجد أحفاده يصورونه، أشير إليه، ذهبوا، خرجنا يصورون، دلي في قبره يصورون، من أجل العبرة بالله عليكم، قال لا يعني من الزكاة، أين الزكاة؟ الآن أنت فاضي تبرك تصور؟ لك ستقع، سأوضع أنا وأنت في هذا الموقف، كل هذا زينا واقف يصور الميت، الميت؟ والله أي إيمان في قلوبنا هذا؟ أي إيمان؟ نحن نسينا الآخرة، الميت أمامنا ونحن لا نتذكر شيئا، لا نتذكر أننا سنصير مثله أبدا إلا ما رحم ربي. نعم هذا الكفن، ثم بعد ذلك يا أخي يؤتى له بالمقرئ، المقرئ يكلف 50,000 منهم 30,000، هذا لا يملك شيئا، معلش يستدان له من بيع الأرض من أجل من ذا؟ من أجل القراءة؟ أحضر أجزاء فليقرأوا وهو أكثر ثوابا وأجرا، أحسن من أن ينشغل القارئ يقرأ والمشتغلون باللت والعجل، كل واحد يدخن سيكارته ويحكي قصته بيعه وشراءه وتجارته، ورحت على الوظيفة مجيب بالشغل وهذا، والقارئ يقرأ ولا أحد يلتفت له، والميت فقير ويستدينون من أجله ويدفعون للقارئ والثواب يذهب، معلش من أجل الناس، ماذا سيقول الناس؟ لم يأتوا له بقارئ،
إذا كما أتينا له بقائم لم نأتي لن يدخله القائم الجنة. إذا قرأنا له كل واحد أخذ شيئا من القرآن فقرأنا كلنا سنقرأ على الأقل 20 جزءا أو ختمتين أو ثلاثة، القارئ سيقرأ 20 صحيفة فقط. مهم؟ هذا أكثر الثواب. فناجين القهوة التي توزع فقط في التعازي تكلف 10 أو 20 ألفا، تصدق بها على روحي. سيعيب علينا الناس، يا أخي دع الناس فليقولوا ما قالوا، يعجبهم لا يعجبهم، هذا موت موت، هذا عبرة، ما بدهم يشربوا أقوال ويسلطوا علينا. ما هو موضع سلطة لنا، موضع تعزية، تعزية تعزية، موت موت. أعجبه ما أعجبه، تكلم عليه، هذا يتكلم ما شاء، يصنع ما يشاء. لا هو ربي ولا أنا مطالب أن يقرب أن يرضى ولا أن يقبل ولا أي شيء، فليقبل أو لا يقبل شأنه هذا. شبابنا يذهب إلى الحلاق فيصفف شعره، إذا هبت نسمة الهواء يعيد خصبة شعره إلى مكانه، يبقى من الصباح إلى المساء يراقب شعره. لماذا تفعل هذا؟ من أجل الناس، يقول عليه جميل. بناتنا بنفس الطريقة، لكل هذا من أجل الناس. يوم القيامة وفي الدنيا أنا كم أسأل هذا السؤال؟ الآن كثيرا منا هذا واقعنا غافل عن الله. أنا أسأله، هؤلاء الناس الذين تهتم بهم في حزنك وفي فرحك وفي سفرك وفي طريقك وفي لباسك وفي هندامك وفي كلامك وفي أي شيء تهتم بهم، كل هذا الاهتمام، هؤلاء في الدنيا حينما تقع في ورطة سيقربك هؤلاء الناس 1,000,000 ليرة من أجل الورطة التي وقعت فيها؟ هؤلاء الناس الذين تهتم بهم يدينوك 1,000,000 ليرة، يقول لك الله يرزقك ويروح كل واحد لسبيله. ذهبت لتجري عملية جراحية، كم من هؤلاء الناس من سيهتم بك؟ على الأقل يتصل بك، قد لا يسألون عليك أصلا. في أحوال الشدة لا يهتموا بك، وهم في الدنيا، وهم في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ فإذا كان هؤلاء لا ينفعونني في الدنيا فضلا عن الآخرة، فلماذا أجعل لهم وزنا أكبر من حجمهم؟ أنا لا أقول أنني سأنسف الناس وأمسحهم من حياتي. الناس أنا وهم بشر وكلنا مطالب بالاعتدال. فمثلا إذا جرى عندي عرس فأهلا وسهلا، علمتنا السنة النبوية إذا تيسر لنا الطعام الطيب صنعنا وإن لم يتيسر لا نصنع. صنع رسول الله لبعض زوجاته اللحم ودعا الناس إلى الطعام، وبعض زوجاته صنع لهن الحيس. الحيس يعني أشبه السميد، يعني أشبه المامونية، هذه وليت العرس. هذا ما تيسر، ما في مخلوق يعين. الذي يعين قليل دين وأدب، ونحن في زمن قلة الدين والأدب، في زمن قلة الدين والأدب. لم يفعل ويفعل، يا أخي ما لك ولا بد، فعل أو لم يفعل. كان هذا موجودا في أخواتنا النساء، صار في الرجال أيضا. كل واحد يعين، لماذا يلبس هذا؟ لماذا يفعل هذا؟ لماذا قدم هذا الطعام؟ يا أخي ما لك ولا أيضا. أنا أقول أنت لا تهتم كثيرا بالناس، بالمقابل انا ذهبت الى عرس، ذهبت الى يعني تعزيه او ما الى ذلك، ساراقب ماذا يقدم وماذا يصنع وماذا سيتصرف، والقهوه طيبه، وناس هناك كثير من الناس عندهم هذه المراقبه ايضا. انت يا اخي الان تذهب لاداء واجب سنته الشريعه لك، وهو المباركه في حال الفرح والمواساة في حال الحزن. ستراقب البشر على ما قدموه وعلى ما أطعموه وعلى فلان لبس كذا وفلان لم يلبس كذا وفلان قدم كذا وفلان قال كذا. دع الناس لرب الناس يا رجل، دع الناس لرب الناس يا إنسان. حياتنا كلها نعيشها من أجل غيرنا، ما الذي نعيشه من أجل أنفسنا؟ من قديم كنت أقول لبعض أهلي يقولون اصنع كذا لم أصنع، قل كذا لن أقول. لماذا؟ أنتم تقولون لي قل كذا من أجل الناس، وأنا صراحة مو انتقاصا للناس، لكن الناس لا تريدني. أكرر، مو من أجل انتقاص الناس، أنا وهم كلنا سواسية، نحن خلق الله وعباد الله، وليس احتقارا لهم ولا استكبارا عليهم، والله يعلم ذلك. ولكن لا يهمونني بشيء كما قلت،
لا يضرونني ولا ينفعونني لا في دنيا ولا في أخرى. لماذا أهتم بهم كل هذا الاهتمام؟ لماذا حياتي كلها منصبة عليهم؟ في مأكلي ومشربي وملبسي وكلامي وزواجي وطلاقي وفرحي وترحي، في كل شيء من أجلهم. سبحان الله، هذا أيضا يرهق كاهل الناس بكثير من الأمور. الزوجة ستذهب إلى كتب كتاب قريبتها أو صديقتها أو جارتها، ماذا ستلبس؟ يا زوجة أعطيني المال، ما عندي المال، استند، اقترض، سرق، مهم جيب لي بدي ألبس. من أجل من تلبسين؟ من أجلي أنا الذي أحلني أحلني الله لك مثلا؟ من أجل الناس. يأكل حرام معلش، من أجل الناس أن لا يعيبوا علي، بك عابوا علي. والتاجر الفلاني إن لم يغير سيارته كل عدة سنوات ماذا سيقول عليه الناس؟ هذا أبو فلان معقول ما يغير سيارته كل عدة سنوات؟ ستنكسر قيمته بروزته باللهجة العامية عند الناس. حياتنا من أجل الناس. فإذا جيء بنا يوم القيامة وأوقفنا بين يدي الله عز وجل، قال الله تعالى لنا كما ثبت في الحديث القدسي الصحيح: من عمل عملا أشرك فيه غيري فليأخذ ثوابه من غيري فأنا أغنى الشركاء عن الشرك. وانت أصبت الناس يوم القيامة، روح خذ من الناس الثواب، أنا ما لك عندي ثواب. فضل ما لك عندي، رحمة ما لك عندي، ما تستحقها؟ أنت تقصد الناس، إذا خذ من الناس فليعطوك رب. يا أيها الإنسان، يا أيها المؤمن، يا أيها العاقل، انظر إلى ما يرضي ربك وإلى ما تكون به معتدلا بعقلك ونفسك، ثم اصنعه ولا تأبه لمخلوقك. كما قلت، الأصل إرضاء الله، أنا مرضي الله بهذا العمل؟ قال نعم. معتدل، معتدل، متوسط، كمان مبدأ بالثوب ممزق وأخرج للناس وأنا سترني الله، يعني معي ما أستر به نفسي، أنا لا أقصد هذا أيضا. أستر نفسي بثوب معتدل ثم لا أبه، طويل، قصير، جديد، مو جديد، فليقولوا ما يقولوا، ما شيء بهم أنا. أنا لا يهمونني بشيء، ولا يقدمون لي شيئا ولا يؤخرون. سيدنا عمر رضي الله عنه وهو أحد الأشخاص الذين أمرنا بالاقتداء بهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، كما ورد في الحديث الصحيح. خرج باتجاه بلاد الشام ليفتح بيت المقدس. فلما اقترب من بيت المقدس خرج أمراء جيوش المسلمين ليستقبلوه. خرج خالد بن الوليد، خرج أبو عبيدة بن الجراح، خرج جماعة من الصحابة الفضلاء ليستقبلوه. شأن عمر رضي الله عنه هو مثال حي لما أتحدث لكلمتي كلها، هذه القصة تختصر كل كلمتي. كان رضي الله عنه قد خرج هو وغلامه على ذاته، فكانا يتناوبان الصعود والنزول. يصعد قادمه مدة ويمشي عمر مشيا، ثم ينزل قادمه ويصعد عمر رضي الله عنه هذا، والطريق تناوب. اقتربوا من بيت المقدس، في ثوب عمر رضي الله عنه عدة رقاع، ثوب مرقع. فجاءه أمراء جند المسلمين يستقبلونه: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، رحبوا به كذا. نظر إلى بعضهم يلبس ثوبا فاخرا، قال: ما هذا؟ شراب. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الناس بأرضنا هون بهالبلاد ينظرون بأعين رؤوسهم، يعني طلعوا مش ما نقول، بس طلعوا على المنظر، على الظاهر. فسكت عمر عنه لحظات، فإذا بأبي عبيدة رضي الله عنه يهمس فيه: يا أمير المؤمنين، لو لبست غير هذا، لبسه، الناس ستنظر إليك. وأشار إليه بأشياء أخرى أيضا: يراه الناس ويراقبونه، ينزل عن دابته ويصعد قادمه، معقول خليفة المسلمين ينزل عن دابته ويصعد قادمه؟ فتمعر وجه عمر رضي الله عنه وتغير، وقال تلك الكلمة التي لا يزال جمالها وصداها وأثرها ساريا ما بقي الدهر:
قال لو غيرك قالها أبا عبيدة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. القضية ما يتساوي بين مرقع، القضية بصدقي مع الله، أنا صادق مع الله، بيعجبهم ما بيعجبهم، مقتنعوا ما مقتنعوا، طلعوا بعيون راسهم، طلعوا بعيون رجلهم، أنا لا يهمونني أصلا، لا يهمونني. فلما دخل هابوه هيبة عظيمة، هم لا يهابون ثوبه، يهابون صدقه، يهابون شخصيته، يهابون إيمانه. هذا الشيء الذي يا أيها الإخوة يثبت لنا فعلا أننا عقلاء مؤمنون، وليس كلام الناس وأخذهم وردهم. لو غيرك قالها أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. هذا الأمر الذي نهتم به، فإذا رضي الله عنا فلا نأبه بقول الناس، فمهما نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. إذا كنا فعلا نريد رضوان الله فلنبحث عن ولنعتدل في تصرفاتنا، ثم بعد ذلك الدنيا كلها أجنة في نظرنا. رزقنا الله تعالى الاعتدال والإنصاف في حياتنا، وأن نطيعه لا نطيع عباده، والحمد لله رب العالمين.